السلام عليكم، عاملين ايه؟ معكم موزين. النهاردة هنعمل سمك في الفرن ورز صيادية. معايا سمك بلاميطة، طبعا ده بلاميطة بحر مش بلاميطة مجمد، في مجمد وفي بحر. تمام. السمك ده انا هشويه زيت وليمون في الفرن، وطبعا ممكن يتشوى على البوتاجاز عادي، في طاسة كده او في صينية قديمة عندك مش عايزاها تشوي على البوتاجاز، بس انا حطيته في الفرن. كل اللي عملته رشيت عليه زيت وملح بس، وهتبله بعد ما يتشوى. هنا هعمل رز الصيادية، بصلاية كبيرة وزيت، يتحمص معايا البصلة زي ما انت شايفاها كده تدخل على بني، هنزل بفلفل الوان، شوحه بس مع بعض كده، وهنزل بالرز. هاخد الرز تحميصة مع الخضار والبصل، حطيت الرز. لازم تشوحي الرز على النار قبل ما تحطي المية عشان ما يعجنش معاكي وميتك تبقى سخنة. طبعا لو عندك كوباية شوربة جمبري يبقى احلى واحلى. اخر حاجة بحط الملح. حطيت المية، 4 كوبايات مية بنات على كيلو الرز، ونص معلقة ملح. انا طلعت السمك، عملت التحديقة بتاعته، الدقة بتاعته، راس توم، كمون، شطة، كزبرة وليمون. بعد ما بيطلع من الفرن على طول بتنزلي عليه بالتحديقة بتاعته، بيبقى حلو قوي، جميل، جربوه. طبعا بتعمل برضو السمك ده بيتعمل صينية في الفرن ببطاطس وكرفس وخضار عليه، بس انا حبيت النهاردة اعمله زيت وليمون. حلو قوي، هيعجبكم، جربوه، ومش غالي برضو في السوق. انا هغرف الرز، احط بس عليه كده شوية شبت وشوية بقدونس، هوطي على الرز. ان الرز عندي خلاص استوى جميل ومفلفل، وبيبقى شكله حلو قوي ما بتحطي عليه فلفل الوان. انا هنا غرفت الرز وعملت سلطه، وطبق السمك تحفه وجميل قوي يا بنات. جربوا السمك ده هيعجبكم، واشوفكم على خير ان شاء الله، ويا رب يعجبكم. السلام عليكم.